في لقاء الجولة 21 من البطولة المحترفة الأولى استقبل فريق جمعية أولمبيشلوف شباب بلوزداد المتصدر في لقاء كان من دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على الأولمبي. البداية كانت قوية من الضيوف، هجمة سريعة، الكرة تصل بالأحول يتماطل أمام المرمى، قابلتها عودة سريعة للدفاع الأولمبي مبعدين الكرة. الدقيقة 17 شهدنا فيها أول فرصة لأصحاب الأرض والدفاع الشباب كان بالمرصاد. وفي الدقيقة 18 أخطر فرصة كانت في الهجمة السريعة والخاطفة من المتألق أمير سعيود، توزيعة جميلة ودقيقة سويبة أمام شباك فارغة يضيع ما لا يضيع. أخطر فرصة في هذا الشوط من جانب الفريق المحلي أثمرت بالهدف الأول للشلفاوة في الدقيقة 42، مراوغة بولعويدات للحارس لتجد الكرة اللاعب بن عمران متحررا في القائم الثاني يسكنها في شباك شباب بلوزداد بهذه الطريقة. بعدها الشباب يرد في هذه الفرصة، لكن دفاع الجمعية كان متفطنا في إبعاد الخطر لينتهي الشوط الأول بتفوق الجمعية بهدف لصفر. بداية الشوط الثاني كانت للشباب في هجمة معاكسة سريعة لسلمي في الدقيقة 51، يمرر لسعيود، هذا الأخير يسدد كرته مرت جانبية عن الحارس سحنون. ضغط الشباب متواصل، هجمة أخرى تصل الكرة لأمير سعيود، تسديدة قوية خدعت الحارس سحنون معدلا النتيجة للشباب في الدقيقة 58. الدقيقة 63 ركنية للشباب، أخذ ورد داخل منطقة العملية، تصل الكرة إلى القائد نساخ مسجلا الهدف الثاني أمام دهشة الجميع. بعدها مباشرة الأولمبي يرمي بكل ثقله في الهجوم، الدقيقة 71 مخالفة نفذها بن جلالي، القائد بن حملة يسدد، الحارس يصدها في الأولى ومتابعة في الثانية ممضيا هدف التعديل. وفي الدقيقة 84 عبود ينفذ الركنية، رأسية بوشار مرت ببضع سنتيمترات عن المرمى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.